السلام عليكم أيها الأصدقاء. السؤال 68: الأفعى تشم عن طريق الخيارات الأنف، الجلد، اللسان أم الذيل؟ الجواب هو اللسان، وهناك لبث في هذه المعلومة، فهناك من يقول بأن للأفعى أنف، الأفعى لا تملك أنفا كأنف البشر، وإنما لديها فتحة أو فتحتان هما كالخياشيم للتنفس، وكثيرا ما يتم الخلط بينهم ويقال أن هذا هو أنف الأفعى. الأفعى لا تملك أنفا، فهذه الفتحات الموجودة في رأسها هي عبارة عن خياشيم للتنفس وليس لها وظيفة في الشم. فحاسة الشم عند الأفعى موجودة أو عن طريق لسانها، يعني تشم الأفعى عن طريق اللسان، لذلك نرى الأفاعي والثعابين يطلقون ألسنتهم خارج أفواههم. والسلام عليكم.